عندنا مكتب مؤسسه في سليمان تربينا فيها اجيال وراء اجيال هي دار شباب سليمان. اليوم دار شباب سليمان تشتكي من عجز على استقطاب. اليوم المؤسسه اللي تجب تخرج لنا المضاد الحيوي اللي باش يصلح لنا وينقذ لنا هالجيل هذا الصاعد اليوم هي بيدها تشتكي الابسط المرافق. كل عام بعد كل شتويه نسكروا قاع. اليوم ما نجموش نلوموا على الاطار المربي والاطار المؤطر في دار شباب سليمان باش يقولوا علاش ما فماش شباب. الناس ما تجبش تخدم، ما عندهاش وين تخدم. الميزانيه ترصدت للمشروع من وزاره من شرطه الاشراف، كانت فما فلوس ناقصه. كيف كيف البلديه قالت انا نساهم وهي تحت اشرافي ونعاونوا باش نمشي الامور. اليوم الدوسي واحد في مستوى لجنه صفقات في ولايه نابع، رانا في حاله صعيبه. رانا حاشتنا بالدعم وحاشتنا باش الدوسي نتاعنا هذا يتعدى. ما طلبناكم في شيء كمجتمع مدني في سليمان يا خويا، احنا رانا حاطين ايدينا نحبوا نخدموا. المهم وفروا لنا هالاطار هذا، راهو بلاش المؤسسه هذه راهو ثم حاجه ماهيش تمشي في البلاد اللي هي المستقبل. القرارات هذه نطلب من السيد الوالي نابل شخصا يكون ينظر لنا بعين الرحمه لهالجيل هذايا اللي هو عماد المستقبل. ورانا باش نصعدوا بحكايه صلحوا لنا بلادنا وصلحوا لنا دار شبابنا.